مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة مؤشرات اقتصادية وأهم أخبار الاقتصاد حول العالم. والبداية بأسعار النفط، حيث سجلت ارتفاعا وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأمريكية. إذا سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأمريكية. وارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة قد انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي. وفي خضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أوت، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ شهر ديسمبر 2022. إلى أسعار العملات الآن، الدولار قرب أدنى مستوى له في عام، واليورو يبلغ ذروة 17 شهرا. ترنح مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام اليوم، إذ يترقب المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط، وذلك في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي. هذا وتراجع مؤشر الدولار أمام ست عملات رئيسية بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات الأسيوية المبكرة، وذلك بعدما انهوى لأدنى مستوياته منذ أفريل 2022. كما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة وتسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين، مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستئناف رفع أسعار الفائدة. من جانب آخر، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرا أمام العملة الأمريكية عند 1.1256 دولار. إلى موضوع آخر الآن، ومن تركيا، حيث تضاعف الحكومة الضريبة على البنزين 3 مرات. أعلنت الحكومة التركية الاثنين أن الضريبة على البنزين تضاعفت 3 مرات، وذلك في إطار جهود أنقرة إصلاح المالية العامة والتحكم في معدل التضخم وسعر صرف الليرة التركية. كشفت وسائل الإعلام المحلية في تركيا أنه تم زيادة الضرائب على البنزين العادي بنحو 200% إلى 7.53 ليرة تركية للتر الواحد، مع رفع الرسوم على الديزل وسلسلة من المنتجات البترولية الأخرى. وأظهرت بيانات من شركة النفط التركية الحكومية أن الزيادة أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين في المضخة بنحو 20% بحسب المصادر ذاتها. وهذه الزيادة الضريبية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة منذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا اليوم الاثنين إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، لكنه ليس من المرجح أن يبقى بها. وخفض البنك الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.4% في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تأثير تشديد السياسة النقدية عالميا. وأضاف بانجا على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة جاندي نجار الهندية أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، وأن أداؤه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات.
إلى الجزائر الآن، حيث أطلقت المرحلة الثانية من خطة تستهدف تحويل مطار الجزائر الدولي إلى مركز إقليمي للطيران المدني. وتطمح البلاد عبر الخطة الجديدة إلى جعل مطار هواري بومدين جسر عبور دولي نحو مختلف الاتجاهات من دول إفريقية وأسيوية وأوروبية، ومركزا محوريا في منطقة البحر المتوسط. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. الجزائر تنتقل إلى السرعة القصوى ضمن مسار تحويل مطار العاصمة الدولي إلى قطب إقليمي للطيران المدني بإطلاقها المرحلة الثانية من خطة طموحة من شأنها جعل مطار هواري بومدين جسرا جويا للرحلة من وإلى إفريقيا. الشطر الأول من هذا الترانزيت يعني من دولي إلى دولي، من مطار دولي الجزائر العاصمة مطار هواري بومدين، مطار محوري يلعب الدور بين أي مطار على مستوى إفريقيا. حاليا عندنا تقريبا 6 عواصم إفريقية، رانا عندنا خطوط معها كأبيجان ولا نيامي ولا باماكو ولا نواكشوط ولا داكار ولا أوادوغو. عن قريب راح يكون عندنا يعني خطوط أخرى إفريقية، يعني ويكون عندهم علاقة وتجوز يعني تكون تفوت على مستوى مطار الجزائر العاصمة. خطة شاملة ومتكاملة تشكل الخطوط الجوية الجزائرية حجر الزاوية في تنفيذها، بهدف جعل أكبر مطار بالبلاد قطبا دوليا للنقل الجوي، والبداية بتحديث المرافق والتجهيزات لمنطقة العبور التي تشمل المعالجة والمراقبة ناهيك عن التكفل الأمثل بالمسافرين العابرين، وتبسيط الإجراءات بمطار الجزائر الدولي. فتحنا اليوم الشطر الثاني من في إطار برنامج محورة مطار الجزائر، وين المسافرين القادمين من الوجهات الداخلية قادرين يعبروا ولا يتواصلوا هنا في مطار الجزائر إلى وجهة أخرى دولية أو وطنية. واليوم نسجل مسافرين من وجهات إفريقية إلى الدول أوروبية والعكس أيضا، وإن شاء الله الشطر الثالث سوف يكون مخصص لعبور الشحن عبر مطار الجزائر. مطار الجزائر الدولي يدخل مرحلة حاسمة ضمن البرنامج الاستراتيجي لأحداث طفرة في أداء نشاط أكبر منشأة للنقل الجوي في الجزائر، وإدراج عاصمة البلاد ضمن قائمة الأقطاب العالمية للطيران المدني. بهذا الخبر نصل بكم مشاهدينا إلى ختام فقرة مؤشرات اقتصادية، شكرا لكم على كرم المتابعة.